السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الكوجوليشن ميكانيزم. بالنسبة للكوجوليشن ميكانيزم، هنتحدث في البداية عن البرايمري هيموستاسيس. والبرايمري هيموستاسيس بتقوم البلاتلت بدور مهم جدا في هذه العملية عن طريق عدة خطوات متمثلة بالثلاث خطوات. الخطوة الأولى يحدث البلاتلت أدهيجن، وهي عبارة عن التصاق الصفائح الدموية في الصب إندوثيل لاير. هي عبارة عن الطبقة اللي تحت الاندوثيل لاير، الطبقة المبطلة أوعية دموية. إذا تعرضت الاندوثيل لاير إلى الانجوري، معناته حيصير في دمج إلها، تدمير إلها، وبتبدأ تظهر الطبقة ما تحت الاندوثيليال لاير. هذه الصب اندوثيليال أو تحت اندوثيل لاير تسمى صب اندوثيليال، تتكون من كولاجين، والكولاجين يتميز بأنه له سطح خشن، فبالتالي بصير يتعرض الكولاجين للدورة الدموية والسيركوليشن. ونجد انه الاندوثيل لاير ايضا تفرز فونولبرانز فاكتور اللي بيساعد على ارتباط البليتلس بالكولاجين من خلال جلايكوبروتين، من خلال ريسبتورز موجود على سطح الصفائح الدمويه، جلايكوبروتين 1B95، وهذا الريسبتور هو ريسبتورز الفونولبرانز فاكتور. موجود هذا الريسبتور على سطح الصفائح الدموية، وبالتالي كنتيجة لارتباط الصفائح الدموية بالكولاجين عبر جلايكوبروتين 1B95 هذا الريسبتور، أدى ذلك إلى أدهيجن للصفائح الدموية، التصاق في جدار الوعاء الدموي، وبداية لعملية تنشيطها. الآن في ريسبتور آخر مهم جدا، دوره هو جلايكوبروتين 2B3A، هو عبارة عن ريسبتور ومستقبل للفيبرينوجين الموجود على سطح الصفائح الدموية. بالتالي الجلايكوبروتين 2B3A لما يحدث تنشيط للصفائح الدموية بيبدأ الآن يتحول من لو أفينيتي، يعني من ريسبتور له قدرة ضعيفة على أنه يرتبط، إلى ريسبتور له قدرة قوية على أنه يرتبط بالفيبرينوجين، وبالتالي بيساعد على أنه تلتصق الصفائح الدموية مع بعضها البعض عن طريق الفيبرينوجين بوسيط هو جلايكوبروتين 2B3A. وهذا العملية تسمى عملية تسمى بليتلت اجريجيشن. اذا ارتباط الصفائح الدمويه ببعضها البعض تسمى بليتلت اجريجيشن، تتم عن طريق وجود ريسبتور جلايكوبروتين 2B3A على سطح الصفائح الدمويه، والوسيط بينهم هو حيكون الفيبرينوجين. بعد ذلك بصير عندنا عمليه اكتيفيشن للصفائح الدمويه. الان المرحله الثانيه هي عباره عن مرحله سيكريشن للصفائح الدمويه، يعني افراز ما بداخلها من محتويات. بعد ما يحدث بليتلت ادهيجن اللي هي التصاق الصفائح الدمويه بجدار الوعاء الدموي، يؤدي ذلك الى تنشيط هذه الصفائح. لما تتنشط الصفائح الدمويه نجد انه البروتينات الموجوده بداخلها، الاكتين والمايوسين، ترتبط مع بعضها البعض وتكون مركب يسمى اكتينومايسين. الاكتينومايسين بيساعد على انه يضغط على الجزء الداخل الصفائح الدمويه، مؤدي الى خروج محتويات الحبيبات الموجوده بداخلها الى الخارج، الى البيئه المحيطه بالصفائح الدمويه. من ضمن هاي المواد عندنا الفوسفولايبيز A2. فوسفولايبيز A2 هو عبارة عن إنزيم بيساعد على عملية تكوين الأراكادونيك أسيد من بليتلس ميمبرين فوسفوليبيد، من الفوسفوليبيد، طبقات الفوسفوليبيد الموجودة في ميمبرين خلية الصفائح الدموية. الأراكادونيك أسيد بعد ذلك يتحول إلى ثرومبوكسان A2 بفعل إنزيم يسمى سايكل أوكسيجينيز، وإنزيم آخر يسمى ثرومبوكسان سينثيتيز. الثرومبوكسان A2 له دور مهم جدا في انقباض الأوعية الدموية ومساعدة البليتلت اجريجيشن، هي بليتلت بليتلت انتر اكشن، يعني ارتباط الصفائح الدموية ببعضها البعض، وأيضا يساعد على عملية ريليز وإطلاق محتويات الصفائح، محتويات الجرانيوز أو الحبيبات الصفائح الدموية. الآن لو صارت أي عملية أدت إلى تثبيط إنزيم السايكلوكسيجينيز A2، معنى ذلك أنه يتوقف الثرومبوكسين A2 عن التكون، وهذا بيثبط وظيفة الصفائح الدموية، بيثبط عملية البليتلت أجريجيشن. وهي هي فكرة استخدام الأدوية زي الأسبرين اللي بيستهدف السايكلوكسيجينيز، بيمنع تنشيط البليتلت أجريجيشن عن طريق أنه بيمنع تحويل الثرومبوكسان A2، وبيستخدموها كآلية في العلاج للناس اللي عرضة لعمل تكوين الجلطات بشكل كبير. الخطوة الثالثة بليتلت اجريجيشن هي عبارة عن عملية تحدث بعد ما يصير إخراج لمحتويات الحبيبات داخل الصفائح الدموية. بتبدأ الآن عملية اجريجيشن
يعني ارتباط الصفائح الدمويه ببعضها البعض، ولكن هذا الاجريجيشن بيكون بسيط بنسميه بليتلت بلاج عشان يمنع خروج الدم الى خارج الوعاء الدموي، وبالتالي بيساعد على عمليه وقف النزيف. الان بالنسبه للبرايمري بلاج فورميشن، عمليه تكوين البرايمري بلاج السداده المبدئيه تبدا بعد عده خطوات. الخطوه الاولى انه اذا حدث تلف للنسيج او injury او اصابه، بيحدث اول حاجه فازو كونستريكشن، انقباض للوعاء الدموي، بعد ذلك بصير التصاق للصفائح الدمويه باسطح الاوعيه الدمويه التالفه بنسميه بليتلس ادهيجن، بعد ذلك بتغير شكل الصفائح الدمويه ويتكون بعد ذلك بصير تنشيط بسيط للصفائح الدمويه، بتبدا تكوين ما يسمى بالبليتلس الاجريجيشن المبدئي برايمري بليتلس اجريجيشن، بعد ذلك يساعد في زياده تنشيط الصفائح الدمويه عمليه اخراج لمحتوياتها الى الخارج، وبالتالي بيتكون بليتلس سكندري بليتلس اجريجيشن، وهي النهايه سميناها بليتلس هيموستاتيك او برايمري هيموستاتيك ابلاج. الان هذا مخطط يوضح تركيبة الصفائح الدموية ووجود الجلايكوبروتين أو ريسبتور ضرورية جدا، جلايكوبروتين 2B3A بيساعد على ارتباط الصفائح الدموية ببعضها البعض عن طريق الفيبرينوجين، وأيضا يوجد مستقبلات على سطح على الـ ADP اللي يساعد على عملية الأجريجيشن للصفائح الدموية، خروج الثرومبوكسان A2 أيضا يساعد على الاجريجيشن للصفائح الدمويه وانقباض الاوعيه الدمويه، ايضا في عندنا ريسبتور اخر هو جلايكوبروتين 1B95 يساعد على ارتباط الصفائح الدمويه بجدار الوعاء الدموي اللي هو بالكولاجين الطبقه التالفه، صار في عندنا تعرض للكولاجين بين اصبح ظاهر، فالان تستطيع الصفائح الدمويه انها ترتبط بالكولاجين عن طريق هذا الريسبتور، لكن بدها وسيط هو البون وليبرانز فاكتور. الآن هناك خطوات عشان يحدث برايمري هيموستاسيس، لابد من تعرض هذا الشخص لإنجري لإصابة، بعد ذلك بصير هناك تعرض للطبقة لتحت البطانة الداخلية للوعاء الدموي بنسميها سب اندوثيل لاير وتحتوي على كولاجين. الآن أصبح الآن الكولاجين عرضة إنه يحتك مع الخلايا الدم المختلفة منها الصفائح الدموية. الاندوثيليال سيليكتيف بروتين يسمى الفون ويلبرانز فاكتور هو اللي بيرتبط بالكولاجين، وبيساعد الفون ويلبرانز فاكتور الآن في مكان الإصابة على إنه يعمل لصق للصفائح الدموية بجدار الوعاء الدموي عن طريق إنه بيعتبر وسيط للكولاجين، وسيط ما بين الكولاجين والصفائح الدموية، محتاجة ريسبتور بذلك هو جلايكوبروتين 1B95. الآن بعد ذلك الصفائح الدموية حدث لها عملية التصاق في جدار الوعاء الدموي، حدث تغير في شكلها بعد ذلك من ديسكويد من قرص إلى كروي مع إلى أقدام كاذبة، وجود الريسبتورز على سطحها يزداد معدل تكوين هذه الريسبتورز اللي هو جلايكوبروتين 2B3A، بيزداد عددها لما يحدث تنشيط للصفائح الدموية، وبصير عندنا عددها حوالي 80,000 مستقبل من هذه المستقبلات، بعد ذلك بصير عندنا إفراز كمية بسيطة من الـ ADP، مركب الـ ADP له مستقبلات على سطح الصفائح الدموية هو جلايكوبروتين 2B3A، وهذا بيساعدها على عمل أجريجيشن، لكن هذا الأجريجيشن سميناه برايمري أجريجيشن، بمعنى إنه ريفيرسبل، سهل إنه ينفك عن بعضهم البعض، عشان هيك بتيجي الخطوة اللي بعدها إنه يحدث تنشيط كامل للصفائح الدموية، من خلالها بصير إفراز لمحتويات الجرانيولز الموجودة داخل الصفائح الدموية من ضمنها مركبات الثرومبوكسان A2 اللي بيعمل فازو كونستريكشن هو انقباض للوعاء الدموي، والمساعدة في ارتباط الصفائح الدموية ببعضها البعض هي بليتلت اجريجيشن، وأيضا تفرز مادة أخرى هي السيروتونين تسبب انقباض في الوعاء الدموي. بعد ذلك أصبح الآن عملية الأجريجيشن اللي حدثت اللي هي ارتباط الصفائح الدموية ببعضها البعض أقوى من سابقتها وتسمى سكندري بليتلت أجريجيشن، وهذه العملية irreversible غير رجعية، لا يمكن أن تنفك الصفائح الدموية عن بعضها البعض، ما بترجع لوضعها الطبيعي، وبالتالي بتكون تكونت هنا برايمري هيموستاتيك إبلاج، وبتقوى هذه البرايمري هيموستاتيك ابلاج عن طريق تحويل الفيبرينوجين الى فايبرين اكلوت، وهذا بيساعد على تكوين ما يسمى بالسكندري هيموستاسيس. الان السكيم الموجود امامنا يوضح خطوات عمليه تنشيط الهيموستاسيس عن طريق اذا حدث فاسكولار انجري بيحدث دمج تدمير للاندوثيليال سيل، فبالتالي يصبح الكولاجين الان اكسبوجر
مبين ظاهر للصفائح الدموية، بيبدأ الآن عملية التصاق الصفائح الدموية بالكولاجين عن طريق البون وليبرانز فاكتور، بيحدث عملية تنشيط بسيط وخروج الاي دي بي. الاي دي بي بيساعد على برايمري بليتلت اجريجيشن، لكن بعد ذلك بيحدث تنشيط كامل للصفائح الدمويه وخروج كل محتوياتها من ضمنهم ثرومبوكسين اي 2 والسيروتونين وبليتلت فاكتور 3. هذه كلها تساعد على بليتلت اجريجيشن وفازو كونستركشن، انقباض الوعاء الدموي، وبالتالي بقوي البليتلت بلاج وتسمى سكندر بليتلت اجريجيشن. هيك بتكون انتهت البرايمري بليتلت بلاج، يتبعها عمليه تنشيط لعوامل التجلط وتحويل الفيبرينوجين الى فايبرين، وفي النهايه بتتكون الفيبرين كلوت، وهذا ما سيتم شرحه مستقبلا في اللقاءات القادمه باذن الله، اللي هي في السكندري هيموستاسيس. يعطيكم العافيه.